نقطة على آخر السطر. لم يعد من بعد كلام المرشد كلام. دخلت إيران نفق الصمت الانتخابي، وضعوا في آخره صندوق يفتح على عجائب الشعب العصي على التوقعات. الشعب الإيراني لا يريد برلمانا حكوميا ولا برلمانا ضد الحكومة، بل يريد برلمانا يعرف مهمته والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب الدستور، برلمانا متدينا وشجاعا ولا يخشى أمريكا، مهتما بتطوير البلاد على نحو حقيقي من خلال الاهتمام بالتطوير العلمي لشباب إيران. بدا خامنئي واضحا في رسالته، حتى ولو في البرلمان الموت لأمريكا هو الشعار الترياق الذي يسقط كل مؤامرة، والمؤامرة في إيران حديث الشارع وحديث الصفحات الأولى منذ أيام. أراد حسن روحاني بناء جدار الثقة لدى مناصريه وحلفائه، بدا واثقا من أن الشعب الإيراني سيختار الأنسب. إيران بزرق. إن إطلاق عبارات تضخم المستعمر تعد استصغارا للشعب الإيراني وإهانة له. إن الشعب الإيراني الذي قطع يد الاستعمار عام 79 هو الذي سيحافظ على بلاده. لم يعد في منسوب الانتظار كثير، عقارب الساعة تدور بأسرع ما يكون. يحمل الإيرانيون على كاهلهم أصواتهم وزرا، يعلمون أن القادم من سنوات رهن بما يقررون. علي هاشم، تهران، الميادين.